يا جماعة، سلام عليكم، مساء الخير عليكم يا جماعة. والله أنا محمد عادل روب نفسي، تمام. وتاني حاجة اللي هما بيعملوه ده أصلا أكبر غلط وأكبر إشاعات وأكبر كذب وأكبر كل حاجة. من ناحية أي حد يعمل أي حاجة غلط، حرام عليكم بقى، كفاية كده، كل دي إشاعات غلط. لكن أنا كويس والحمد لله، والناس بتحبنا و100 فل و10، ولا على حكام ولا على قواضي ولا على أي حاجة. ليه الناس تقول كده؟ أنا مش عارف ليه الناس تقول كده. ليه يا جماعة؟ ليه بس؟ يا جماعة الحمد لله والشكر لله مفيش أي حاجة، وأنا كويس وهو 100 فل و10. والله العظيم أنا كويس، أنا كويس والله وجميل و100 فل و10، الحمد لله والشكر لله يا رب. لكن الإشاعة دي بقى اللي أنا بقى محبوس والكلام ده كله، لا يا جماعة مفيش الكلام ده كله طبعا، لا كله غلط، كله غلط. والحمد لله احنا مشرفين في دولة قانوني، يعني لو في أي حاجة أصلا كانت زهرت، يعني مفيش أي حاجة زي كده، مفيش أي حاجة زي كده خالص، لا طبعا. واللي يقول حاجة غير كده بأكبر كذب يا جماعة. ليه كده يا جماعة؟ ليه؟ فين الإحكام اللي عليا؟ وفي إيه اللي عليا؟ مفيش أي حاجة عليا، أنا متأكد وكنت في وسط الناس كلها، ده مفيش أي حاجة. حرام عليكم بقى يا جماعه بقى، يعني عيب بقى كده يا جماعه. واحد بيدور على شغله وبيشوف مصلحته، معلش يعني. انت مفيش اي حاجه زي كده خالص، مفيش اي حاجه زي كده حصلت، هي مفيش. اشاعات وكذب، كل دي اشاعات والله وبحلف بالله، مفيش اي حاجه زي كده جدا يا جماعه. كده عيب بقى يا جماعه بقى، انا راجل الناس بتحبني جدا، الحمد لله والشكر لله يا رب، الحمد لله. يا حول الله يا رب.